السلام عليكم بنات كديرين، لاباس عليكم؟ كنتمنى ربي تكونوا كاملين بخير على خير. اش اخباركم؟ اموركم مزيانه؟ شكرا 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 بزاف على لي كومونتير الزوينه اللي خليتوا ليا في الفيديو اللي فات. الله يخطيكم عليا، واللي كيخلي ليا الدعوات، واللي كيهضر معايا في الواتساب. المهم شكرا لكم بزاف. راه اللي كيدعي معايا واللي كيدعي مع ماما، ولا راه كتعبروا على الحب ديالكم، على العقل ديالكم الزوين، على القلب ديالكم الصافي. الله يسهل عليكم. وهذوك المسيميمات بين قوسين اللي كيخليو ليا المعيار وكيسبوني وهذا وهذا وهذا، ما كتلصقوش فيا المعيار. الحمد لله كتعبروا على حاجه وحده، هي مستوى ديالكم، هي قلبكم الكحل. اما انا ما كيلصق فيا لا معيار لا سبها لا تشحت. الحمد لله نتوما كتعايروا فيا وكتسبوا، انا ربي كيزيد يعطيني. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. حيت ما درت لكم حتى شي حاجه. بالنسبه للبنات اللي كانوا قالوا لي على حساب ذكرى المولد النبوي، نعتبروها البنات ذكرى. اي احنا اعتبرناه ماشي عيد، واحنا قلنا لكم ماشي عيد، واش حنا قلنا لكم عيد؟ ذكرى مولد النبوي احنا ما كنديروا والو، كنعتبروها فرصه ومناسبه اننا كنجمعوا مع العائله، كنصوبوا فطور زوين، كنطلقوا العود، كنطلقوا الامداح في التلفازه، كنمشيو نزوروا العائله. شي حوايج اللي افتقدناهم في هذا الوقت. يا ريت لو كان شي الدوله خاصها دير لنا كل شهر عيد باش اننا نجمعوا ونقصوا. دابا كلشي هز قهوته زربع، كل واحد كياكل بتيبانه ولا مسمنه ديالو في الطريق. لا اله الا الله، راه كلشي مزروب ما فيها باس. حنا غير الله يسمح لينا الا كان شي ذنب، الله يسمح لينا. المهم حنا راه ياك انما الاعمال بالنيات. واش حنا كيقولك شي واحد لا راه النهار فاش مات ويي دابا عليه افضل الصلاه والسلام. حنا ماشي كنقول او يا ربي زعما بحال فرحانين في داك النهار بواحد الموت ولا بواحد، لا حنا كن ما عرفتش كيفاش نشرح. خصنا نقول شي حاجه وتحسب عليا. حنا كنجلسو كنعتبرو ديك المناسبه، كنجمعو كنضحكو كنشطو كنديرو صله الرحم، كنديرو واحد الفطور مميز، كنديرو واحد الغداء مميز، كنلبسو الوليدات فقط لا غير. هادشي اللي كاين، والله يجعل ايامنا كلها اعياد وافراح ومسرات ومناسبات. وهادشي اللي كاين، وواحد الفئه اللي كتعاير لا جالسه كتفوحوا اللي كيصوروا الماكله جيعانين. اختي واليوتيوب كيطيح وينزل بالطبالي، كيديرين المعن، كيديرين الصالونات، كيديرين وفين جيت انا؟ ولكن انا باش انا احسن منك، انا حمد الله وشكرا ندير غير الرز بالحليب وفرحانه ونشطه، ندير غير مسمنه وكنت مريضه ومسمنه مش قادره لا تجي ومسمنه وفرحانه ومفرحه ولادي وفيق الصباح ودير لهم واحد الاجواء في الدار وناشطين وضاحكين وتنضحكوا وتنتصوروا وبخير. وانتي حاضيني انا وكتعايري فيا وكتسبي وتعرقي، واش فهمتي؟ عرفتي الفرق بيني وبينك؟ هذا هو الفرق بيني وبينك. اما انا ندير غير الرز ونديرها في الغداء غير العدس، ندير معاها غير شليضه وناشطه وبخير وعلى خير. هذا هو الفرق بين هذا وهذا، فهمتيني؟ دابا البنات ما نزيدش نطول عليكم، بغيت نشارك معكم هذا القوماج اللي وعدتكم به. قوماج خطير خطير خطير، غتشوفوا هكا غتشوفوا هذا المكون الغوز شي حاجه. الله يا البنات، والله البنات ومثلوا نحلو في هاد الريحه اللي كاينه في هاد القوماج، جهيتها لكل وحده قسما بالله. ما كنبغيش نحل فاتي، ولكن ريحته ملي غتشوفوا المكونات اللي غادي نشارك معكم باش صاوبتو غتعجبكم. كنت باغا ندخل نضربها بتدويشه وما كانش عندي، كان سالا ليا وكان عندي واحد. دابا نوري لكم واحد الاحمر، كان غير جاني كادو ريحته غزاله هو، غير هو من هذوك اللي كيتباعوا. وقلت لا غادي نصاوب هذا طبيعي لانني وعدت البنات غادي نصاوبو وغادي نشاركو معاهم. كنتمنى تجربوه لان البنات راه ساهل، مكونات بسيطه، كلشي كاين في الدار. ما تبقاوش تعكزو، ما تعكزوش على راسكم. عرفتي راه كنهضر انا وواحد صاحبتي كتبقى تقول لي مسكينه واحد الهضره ديما كتبقى تقول لي والله كون كنا هاد الجهد اللي كنديرو في الجليج ولا موزيك وحك ما تحكو نديروه في راسنا كره ما عاد فين وكي ولات بشرتنا وكي ولات. وتا وحده ما تقول لا انا كحله، لا انا سمراء، لا انا فيا الكلف، لا انا هادي، لا انا هادي. علاش؟ لحقاش حنا لحم ودم، وحنا فينا الروح. اي بلاصه بقيتي كتعتني بها وكتهلاي فيها ضروري ما غتبدلي يدينا. الا تهليت في، انا من الناس اللي ما كنتهلاش في يديا، ولكن ملي كنوض وكنتهلا فيهم كندير لهم كوماج وهادي وهادي تبقاو تشقى وهذا وهذا، عاد مساكن كيبان فيهم الضوء. وكذلك وجهنا وكذلك شعرنا. واش شعري انا راه كندير فيه الكوارث؟ راه كثرت في الهضره، ولكن بغيت نوصل لكم مثلا شعري راه كندير فيه كوارث عظمى، راه المسكين راه مبري مني، راه مؤخرا عاد تكيست شويه، ولكن كنحاول اني نداويه بعشوب، كندير وصفات، كندير ديماس، كندير كيراتين طبيعي. يعني ما تبقاوش جالسين، وداك الجهد اللي كتعطوه في الدار عطوه منه غير شويه، غير 2% عطوه لصحتكم وبشرتكم وراسكم. في الليل نعس وليداتي بكري، ناخذ نصاوب واحد الكاس ديال لويزا، نتسنت لدماغي، نتفرج شي حاجه اللي كتعجبني، نرتاح، نجمع انا وراجلي. الله ما يدير صحتي، عطا الله. يلا البنات ما نزيدش نطول عليكم، ولكن ضروري تخليوا لي واحد اللايك. يلا اشنو غنحتاجو؟ الورد البلدي البنات، غادي تاخذوا واحد 5 دراهم ديال الورد البلدي، وغادي تحيدوا لهذوك الوريقات الخضرين. يعني غنحتفظوا غير بالورد بوحديته، غير داك الغوز ولا الموف ولا هذاك بوحديته كافي. يعني نحيدوا هذا
هاد الجدير هذا ونخليه غير الورد سهله غير بيدينا كيتحيد هاد الورد هذا. من بعد ما نقينا الورد البنات كما كتشوفوا حيدنا ليه كاع ديك هاد الورد الخضر هذا خلينا ليه غير الورد الغوز يعني غير الورده براسها كنشدوها كنحلوها كنفرتوها بحال هكا مزيان وريقات وكناخذ شي بواطه تكون رقيقيه بحال هذه يعني ديال الكريم ولا شي حاجه. بالنسبه لهذه البنات اللي فيها اللي على شكل كريم هذه اللي كتدهن مور يعني مور تدواش بالريحه ديال المسك الطهاره شي حاجه اللي طوب دي طوب شي حاجه اللي كتحمق اللي تغنيك على الكريمات الغاليه. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف تقدروا تدخلوا ليها شي زعما وتفرجوا فيها الا بغيتوا تطبقوها زوينه بزاف بزاف. الله يا البنات تصوروش الريحه اللي فيها شحال فنه. المهم هذه كيف قلت لكم بلا باش ما يجيوش هكا فيديوهات متعاودين غادي نخلي لكم الرابط ديالها. ودابا غنوجدوا مع بعضياتنا القوماج البنات. غادي ناخذوا هذا الورد هذا اللي قشرنا ودابا المكون الثاني هو سنيده خص يكونوا الحبوب ديالها غلاضه البنات. تقدروا تستعملوا سنيده كيف ما تقدروا تعوضوها بالحبوب ديال القهوه اولا بالخزامه. انا باش يكون واحد القوماج اللي بحال اللي كيتباع في لي غون سيرفاس وفي الماي الماكياج دا غنستعمل سنيده. هذه اللي حبوبها غلاض غادي نزيدها هنايا على هذا الورد تقريبا هنا دايره واحد 3 ديال المعالق كبار وغنزيدو عليه قطرات من فيتامين او. هاد فيتامين او البنات باش الحاجه كدوم لنا مده طويله وكنحافظوا عليها وكتكون غنيه بالفيتامينات يعني ماشي شي حاجه اللي ضروريه. هذا البنات زيت الجليسيرين كاين في لي بارافارماسي كاملين غتاخذوا غديروا منه واحد الكميه تزيدوها على هاد الخليط كيرطب بزاف. انا بقى ليا غير شويه غنزيدو غنزيدو اي نوع ديال لي جيل دوش كنستعملو اولا تقدروا تزيدو الجيل انتي يعني اللي كنغسلو به المناطق الحساسه هو اللي كندير هنا باش كيكون معقم غزال. جربوا هذه الطريقه هذه انا ما غاديش ندم غتعجبكم بزاف بزاف. كنزيدو واحد الكميه لانه هو كيكون فيه واحد البي اش اللي كيحترم لو كور ديالنا والتهيوجات ديالنا تحت البيضه نغسلو به المناطق الحساسه نغسلو به اي حاجه. داكشي علاش كنبغي نستعمل هذا بالضبط باش كنديرو على لو كور كامل كيتعتبر قماش كامل يعني ماشي تغسلي هذه بهذه وهذه بهذه. هاد القماش صالح للمناطق الحساسه تحت الابطين اليدين الاعناق الرجلين اي بلاصه. ودابا غنزيدو المكون الغزال اللي هو زيت جونسون هذا ديال الورد. وباش تكون هاد الخلطه مميزه ومختلفه على اي كريم كيتباع في السوق يعني بلمستك الخاصه غادي تمشي عند اقرب مول عطور اولا دوك لي بارفان ديال العبار وغتختاري اي عطر انت كتفضلي ولكن غتقولي لي يعني يكون ثقه السيد وغتقولي لي بغيتو بلا الكول. حيت اش البنات ملي كنديروا لي بارفان اللي فيهم الكول وكنديروهم على لو كوردينا هو كيكون سخون ومن بعد شوف عام الله شنو درتي في الحمام تبريمه كيس ما نعرف شنو درتي والحمك طايب وكتزيدي له الكول كتقدري تاكسديه وينقلب لك بالتصبغات كحوليه كل شحال من حاجه. ولكن الا درتي هكا بلا الكول كوني هانيه غتكون فيك ريحه زوينه زائد ترطيب تعطير تبييض بزاف ديال الحوايج ما تخافي حتى شي حاجه. المهم انا اختاريت هذه. بالنسبه للناس ديال الخنيفره انا كناخذها من عند خالد اللي في صنقه وجده راكم صافي وليتو حافظيني كناخذ ديما هاد العطور من عند خالد. قال لي انا صراحه هذه ما شميتهاش ولكن زعما مازال ما جربتهاش وما شميتهاش نيت يعني ما قال لي زوينه غير جربيها وردي عليا الخبر. انا ديما كندير ديما الوصفات ديالي اللي بحال هكا كنستعمل فيهم لافيبيل هذه اول مره غنستعملها. غادي نخلي منها واحد شويه باش غنديروا فواحد اللعيبه واحده اخرى. انا هادشي صافي و يا بنات ريحتها عطات ريحتها غزاله غير سيروا جربوها بعينكم مغمضين. عرفتي شنو هذا البنات كنظن صافي وليتو عارفين هذا مسك الطهاره الابيض. كاين هذاك اللي كيكون شفاف وكاين هذا راه كلهم بجوج بهم زوينين. المهم هو انكم تاخذوهم من بلاصه اللي تكون موثوق منها. انا كناخذو من عند خالد ديما كناخذ من عنده هذاك اللي لونه ابيض كريمي هكا بحال الحليب. وهاد المره هادي ما عتمال الكاميرا كتعطي فلو وهاد المره قال لي سيري جربي هذا ورد عليا خبر. صراحه جربتو هكا جربت نقيطات منه. بالنسبه لطريقه الاستعمال راه تنقولها لكم ديما ونقيطه البنات واش شتي نقطه نقطه قد النمله وديريها مور ودنيك ديريها تحت بيطان غير ديك النقيطه دوزيها هكا بين سمعانك وتقيسي مور ودنيك تحت بيطانك هكا بين رجليك يعني بلايص هكا الانتيم وكوني هاني كتبقى فيك ريحه النقاو. داكشي علاش البنات ما غاديش تكملنا هذه الوصفه الا ما زدناش لها شويه من هذا مسك الطهاره. هذا كيكون شي شويه ليكيد جبته خصيصا على قبل هذه الوصفه هذه. انا ديما كنستعمل الاخر غير الاخر شويه كيعذبني ولكن ملي لقيت هذا جاري قلت هذا هو اللي غادي ندير. شوف كي داير عشر الريحه كي ولات البيت عندي بالروايح كتحمق ريحه النقا يا سلام.
صافي ما درتهاش كلها، درت تقريبا النص ديالها. ودابا غنبقى نخلطوا هادشي مع بعضياتو، نعجنوا فيه مزيان، و الا خصاتنا الزيت غادي نزيدوا ليه الزيت. غنبقاو حاطين حدانا زيت جونسون وحنا كنزيدوا باش هكا ما يجيش جاري وفي نفس الوقت يجي عاقد. وهذا هو الشكل ديالو، شوفوا كيفاش جا كيحمق. حتى لهنا وغادي يسالي الفيديو ديالنا. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوا هذا القوماج هذا، لانه فعلا كيستحق. قوماج غزال، و الا خديتو بحالو زعما موجود راه تاخذوه باثمنه باهظه، زوين 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 بزاف، يعني ما تصوروش. ما غتحتاجي لا جيل دوش لا قوماج لا معطر لا حتى شي حاجه، الريحه كتبقى لك في لوكور ديالك فنه. كل ما زدتو الكميه ديال البارفان والكميه ديال مسك الطهره، كل ما كتبقى الريحه اطول وقويه اكثر. شكرا على المشاهده ديالكم، شكرا على لي لايك ديالكم، على لي كومونتير الزوينه ديالكم، و لان لي كومونتير هما اللي كيفرحوني، وكنزيد انني نبارطاجي معكم وصفات اكثر واكثر. راكم عارفين ثلاثه الوليدات ما سهلاش، خدمه ديال جلبات ما سهلاش، داكشي علاش بغيتكم تشجعوني اكثر باش نزيد نعطي اكثر. يلا تهلا، باي باي.